والله بوش وانا زعبون لما بوش خليته يلبس حفاضة. انت لما حركات انا مش مصدق انت هتخلى ابو علي يلبس حفاضة. ابو علي بيكره الحفاضة. لا لا انت اكيد كداب. لا 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 انت بتقولي كدابة وانا انت. انا بوش بقولك اتحكمت بواد ابو علي داون. بوش خليته يلبس حفاضة والدبان بوش كان مرموم عليك داون. الكلام ده طب وانا صدقك ازاي بقى؟ اصل انا امبارح رحت الغابة مع الدوج ما شفتش حاجة. روح يا حبيبي مش شوف الفيديو معي شوف يا حبيبي وانت تفهم كل حاجة. مش اتحكمت فيك داون وخليته كمان يشمش مباكت ويجيب لي شمش بالشدة ولبس حفاضة في دبان وشاق كمان البان. يا لاوي يا لاوي انت خليت ابو علي يسرق شمس من السوبر ماركت وكمان البنك. ده ابو علي كده بقى حرامي. انا مش مصدق طب هو سمع كلامك كده ليه؟ يا ابني مش هو ده التحدي يا ابني شلبوكا مش هو اللي قال له ما لازم تسمع كام حكايات. بس بعد كده ما انا سمعت كلامه ولبسني حفاضه ودخلت الشيك بس شلبوكا طلعني بقى. هوهو يا صباح الخير يا علوي او مساء الخير على حسب ما تشوف الفيلم الجامد ده. اوكي يا علوي شفت اللي حصل امبارح؟ انا اتحكمت في حركات بس بصراحه قبل ما اتحكم في حركات حركات كمان اتحكم فيا وخلاني اعمل كوارث كتير زي مثلا سرقه البنك. للاسف انا سمعت كلامه سرقت البنك امبارح يا علوي عشان حركات اتحكم فيها لمده يوم كامل 24 ساعه بس انا كمان اتحكمت فيه لمده يوم كامل بس للاسف انتهى بي ان هو دخل السجن. وطبعا اللي ما شافش الفيديو ده او مش عارف انا بتكلم على ايه لازم تروحوا تشوفوا الفيلم ده حالا عشان تفهموا كل حاجه. فالنهارده في تحدي جامد الجد شلبي قايل لنا عليه كلمنا وجمعنا عشان نكون موجودين في بروك هيفن وهنشوف التحدي ده مع بعض. يا رب يطلع جامد وتحبوه. اوكي نط علي لحظة جو خلينا نروح بسرعة لحركات الزعبولة. انت واضح حركات الفرخة مش انا بقى كنت مسجون بقى بس مش شلبكة تلاقي. ايوه صح يا فرخة انت كنت مسجون امبارح. ايه ده؟ انت ليه بتقلدني وبتلبس نفس اللون بتاعي يا ابني؟ انا امريكا يا ابني انت اللي مقلدني ولابس اخضر جاي. لابس اخضر انا اصلا ايه ده اخضر يا ابني لبسي مش اخضر يا ابني لبسي ازرق فابيض زيك ازرق فابيض. لا 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 ده ازرق فابيض ولا ايه كنت فاكره احمر. بص انت عندك عم الوان اساسا. وادى زعبولة انت كنت فين امبارح؟ احنا لعبنا تحدي جامد جدا. ابو علي انا كنت في الغابه مع دوج. يلا بقى بينا نروح للشارع عشان نشوف التحدي. يلا بينا يا زعبولة وادى حركات الفرخه انا النهارده ههزمك في التحدي. مفيش يا حبيبي الكلام دهون انا مش اللي هزمك كده هزمه كبيره هتزومه سلام. ايه ده تهزمني ايه؟ هزمه كبيره هزومه ايه ده؟ ايه اللغه دي؟ لغه فراخ دي ولا ايه؟ ايه هزمه هزومه؟ انت واد يا مجنون انت خلي اروح. جد الشلبي ابو علي جه جده حركات الفرخه انت والزعبوله. ايه ده هو فين الجد الشلبي واد حركات انت والزعبوله؟ واد ابو علي مش بالشبحه بقى عمال ينادي على الشلبوكه شلبوكه شلبوكه مفيش حد ولا ايه؟ هولي مولي الجد الشلبي مش بيسيب البيت بتاعه. فين يا ابني الجد الشلبي الزعبوله؟ هو تقريبا بقى عشان انا ما جبتش امبارح زعلان ولا ايه؟ ايه ده وانت فاكر نفسك مهم للدرجه دي؟ لا طبعا. ايه ده البلكونه مفتوحه ممكن يكون هنا. ده مش هنا يا اصحابي. قولي مولي هو الجد الشلبي فين؟ شلبوكا ممكن يكون اتخطف. ايه ده شلبوكا اتخطف من مين يا ابني؟ من سلاحف النينجا تابع. سلاحف النينجا بس هو ده مجنون الجد الشلبي ما يتخطفش. احنا لازم ندور ونعرف فين الجد قولي مولي الجد الشلبي. ايه ده شلبوكا انت كنت بتركب لمبه وقعت ولا ايه؟ وانا حركات الجد الشلبي ما كانش مركب لمبه غبي كان بيصلح الايرن بتاع التلفزيون فواح. الجد الشلبي صلحت الايرن. ايرن بينا واد يا مجنون انت واوا انا لسه جاي من العالم بتاع البيبسي. لحظة واحدة بس عشان مش فاهم عالم ايه يا جد الشلبي بتاع البيبسي بتاع بيبسي ازاي فاهمنا؟ يا ولاد انا كنت بحضر لكم تحدي دلوقتي وهو علب البيبسي بتاع الكنز بس انا دخلت العالم واكتشفت اللي جوه علبة الكنز كل حاجة كل حاجة شفت كل حاجة ممكن تتخيلوها موجودة جوه علبة الكنز وعالم كبير وتحديات كتيرة. ايه رأيكم تيجي تلعبوا التحدي؟ لحظة واحدة بس يا جد الشلبي علبة الكنز اللي احنا كلنا عارفينها بتاعت البيبسي اوكي انت دخلت جواها هولي مولي وبتقول شفت كمان تحديات وحاجات حلوة واو. انا راح امريكا شلبوكا انت دخلت جوا علبة الكنز كده بتاعت البيبسي طب ليه ما خلصتهاش كده وشربتها كلها بقى ولا لو بدك شلبوكا مش كنت شربتها شفوتة شفوتة. هو ايه يا ابني اللي اشربها شفوته شفوته دي؟ انت عايز تشفط اي حاجه وخلاص؟ هو الشبكه يا حبيبي لعبة البيبسي لازم الشبكه كده على طول. انا مش ما عاوز اشرب بيبسي شلبوكه وديني بعد مش الكنز دي. جدو شلبي انا موافق ان انا العب تحدي كنز انا وزعبوله وحركات صاحبي. هولي مولي ندخل جوه علبه الكنز جدو شلبي طب ازاي نقدر ندخل؟ يا ولاد انا فاهمكم كل حاجه بس الاول لازم تيجوا معايا
اوريكم الكنز. يلا بينا دلوقتي يا اولاد. شايفين الخمس علب كنز دول؟ هم عددهم خمسة عشان كلمة بيبسي بتتكون من خمس حروف. فدلوقتي يا اولاد هيكون في علب بيبسي مش حقيقية وعلبة واحدة بس هي الحقيقية، واللي هيلاقي العلبة الحقيقية هو اللي هيتحبس في العالم بتاع بيبسي ويقدر يكتشف هناك كل حاجة ويشوف كل التحديات. شلبوكا شلبوكا، انا مش ما عاوز اتحبس ما بس في العالم بتاع بيبسي ده عشان اشامه كده واشفوته ما عشان بحب بيبسي. لو انت عاوز تدخل العالم بتاع بيبسي حركات، لازم تلاقي علبة الكنز الحقيقية من الخمس علب دول وتدور كويس او تخمن. طيب طيب يا شلبوكا يلا بينا. ثانية واحدة بس يا ابني نفهم، جدو شلبي الخمس علب دول فيهم علبة واحدة بس حقيقية صح؟ ايوة طبعا. واللي هيلاقي العلبة دي هو اللي هيدخل العالم بتاع بيبسي صح؟ ايوة طبعا. اوكي اوكي، طيب لما ادخل العالم بتاع بيبسي هرجع هنا تاني ازاي؟ انت هتلاقي حاجات هناك كتير في علبة الكنز دي من جوه وفيها تحديات كتير، لو قدرت تخلصها وقتها هيكون ليك مكافأة كبيرة، هتتحول لبيبسي مان. او ماي جاد، اتحول لبيبسي مان؟ هو اللي يقول الحركات. ايه ده بقى بيبسي مان ده؟ بيبسي مان يا ابني اللي هو البطل ده اللي هو اللي عنده قوة البيبسي. ايه ده بقى عنده قوة البيبسي؟ يعني مش بيبسي ببلاش ولا ايه؟ يا نهار زبادي على المجنون، اقول له قوة البيبسي يقول لي بيبسي ببلاش؟ ايوه يا ابني، امال ايه بقى لازمته طيب في الدنيا بقى مش هو بيبسي مان؟ يا ابني بيبسي مان بطل يا حبيبي، عنده قوة كده وعضلات، انا مش عارف افهمك ازاي، انت مخك تعبان اصلا. ماشي يا واد النبتة شلبوكا، انا عاوز اتحول لبيبسي مان عشان اشرب بيبسي ببلاش. يا ابني مش ببلاش، بطل ذكاء. هولي مولي، التحدي ده جامد. اوكي يا جدو شلب انا موافق. دلوقتي يا اولاد اول واحد هيخمن هو زعبولة. يلا زعبولة خبل العلبة الحقيقية. طبعا طبعا يا جد شلبي، زعبولة البزامل أذكى واحد في العالم دي، أنا مفيش حد بذكائي، أروح أخبل العلبة دلوقتي. سلام. ورينا فالة هتقدر تخبلها ولا لأ؟ أول حاجة زعبولة لازم يعملها طبعا عد إيده كده من الشمال العدد بتاعه، واحد بعد كده اتنين تلاتة أربعة، والمفروض دي الخمسة اللي هي الأخيرة دي. طيب خلينا عد باب الجنب ده، واحد اتنين، ودي بقى رقم تلاتة ورقم أربعة ورقم خمسة كده، العدد من الشمال نفس العدد من اليمين. جد شلبي في لخبطة. لخبطة؟ لخبطة ايه يا واد؟ أنا لما بعمل تحدي ما يكونش فيه أي لخبطة. ايه اللخبطة اللي أنت بتقول عليها؟ يا جد شلبي بقول لك الكنز ده عديته من الشمال لقيته خمسة، عديته من اليمين لقيته خمسة، في لخبطة كده، لازم يكون جنب أكبر من الجنب التاني. والله يا زعبولة الباشا دي شغالة على دماغك لو ما رحتش ولعبت التحدي. يلا واد بسرعة. طب طب يا جد شلبي خلاص. حلاوي اللخبطة يا قال. أنا بشبه على البيبساية دي اللي هي واقفة قدامي دي بالظبط، أيوه عشان أحس إن هي جاية على جنب شوية، خليني أدخل جواها. جدو هي دي؟ إيه ده؟ يا لهوي ده ما طلعتش حقيقية. جدو شلبي أنا بغير كلامي، أنا أختار واحدة غيرها. نعم يا حبيبي تختار واحدة غيرها؟ لا طبعا أنت خسرت. يلا واد ارجع. يا جدو شلبي أختار واحدة بس على السريع. هترجع ولا نادي جاك؟ أنا رجعت أصلا من نص ساعة. سلام. أيوه كده حركات الفرخة. يلا بينا دورك. طيب طيب يا شلبوكا انا عاوز شفاطة، لازم شفاطة طبعا ماشي نافي بيمشي بقى اللي تابو حلو بقى، ادي واحدة فيهم شفاطة. الواد ده غبي ولا ايه؟ يا ابني اختار الكنزة الحقيقية. الحقيقية حركات، انت شوف الحقيقية. طيب طيب انا فاهم بقى، انا عاوز شفاطة عشان نافي حقيقية، لازم اشوف دلوقتي بقى الكنزة الحقيقية بسرعة. ادي واحدة بقى ترى عشان واحدة كده بقى، ايه دي واحدة بقى اللي اختار زعبولة، لا دي مش حقيقية. طب تجيب ادي واحدة طيب، اكيد شلبوكا حطيتها على حف بقى، لازم تكون دي. شلبوكا انا اخترت دي بقى دي برضه مش حقيقية، انا اختار واحدة غيرها. مفيش تغيير، طالما اخترت واحدة يبقى انت خسرت وما طلعتش الحقيقية، ارجع على مكانك. دلوقتي زعبولة خسر وحركات خسر، دورك انت يا معالي ان انت تخمن، ناقص لك تلات علب بس، فرصتك في الفوز كبيرة دلوقتي. اوكي يا جدو شلبي حاضر، اختار انهي علبه فيهم؟ الواد زعبول اختار دي طلعت غلط، وحركات اختار دي طلعت غلط، معناه اول اتنين دول غلط، فاحنا هنختار دلوقتي في التلاته دول بس على اللي ايه، اختار انهي؟ اللي على اليمين ولا اللي في النص ولا اللي على الشمال؟ انزلوا طبعا ساعدوني عشان انتوا كمان مشاركين معانا في التحدي ده. اختار انهي واحده بسرعه بسرعه، انهي اختار اللي في النص، انا بحب اللي في النص بس تقريبا غلط.
مش عارف اختار ايه. ثانية، اللي في النص. الو، هو احنا لو شلنا الاتنين دول اوكي هتتبقى دي، ولو شلنا يعني بص ركزوا معايا على الاتنين دول كده هنركنهم على جنب، والاتنين دول هنركنهم على جنب، هيتبقى انا اللي في النص دي، وانا بحب اصلا اللي في النص على طول. انا اختار دي. هي الحقيقة، الحقيقة جدو الشلبي، هي الحقيقة. واو، جدو الشلبي اخترتها، عرفتها، لزجو. شكرا لكل اللي قال في النص ابو علي. برافو عليك ابو علي، اخترت الكنزات صح. شلبوكا اكبد اول، هو ده بقى يشرب كل الكنزات دي ولا ايه؟ هو مش هيشربها حركات، هيدخل العالم اللي جوه الكنزايه، ولازم يخلص التحديات اللي جوه عشان يقدر يتحول لبيبسي مان. اكبد اول بس، ولا انا لو دخلت جوه الكنزايه دي مش هخلص التحديات في الثواني، واتحول لبيبسي مان ده اول بقى، واشرب بيبسي ببلاش. حركات، انت بتتحداني ان انت تخلص التحديات اللي هناك؟ بتحداك طبعا يا شلبوكا. وانا برضه جدو شلبي بتحداك ان انا اخلص التحديات اللي ابو علي هيخشها في علبة الكنز دي. ابو علي انزل كده ثواني. لازجو، هي دي. اوكي يا جدو شلبي انا اخترت الكنزات صح. بص علويا دي غلط، لازجو دي غلط، اوكي كلهم غلط. بصوا غلط غلط، الوحيدة هي الحقيقة اللي في النص دي. انا جيت يا جدو شلبي دلوقتي هدخل العالم بتاع علبة الكنز واكتشف ايه اللي جوه العلبة دي. ودينا جدو. استنى اسمعني، حركات وزعبولة هخليهم يدخلوا معاك العالم ده. لا يا جدو شلبي انا مش عاوزهم دول نبات. ما تقلقش، كل واحد هيكون لوحده. ايوه كده، ما يكونوش معايا عشان نبات. وين يا حبيبي اللي نوب يا حبيبي؟ بص انا اتحول لبوش بيبسي مان دوت واكسب التحديات كلها. وانا كمان اكسب واتحول لبيبسي مان. زعبولة مان، زعبولة مان، انا اللي اكسب النبات وهكون بيبسي مان الخارق، صح يا جدو شلبي؟ اللي هيكسب يا ولاد التحدي بتاعه ويخلصه الاول هو اللي هياخد قوة بيبسي مان، وهيكون معاه البدله بتاعه بيبسي مان. اوكي يا جدو الشلبي يلا بينا، ادخل جوه طيب دلوقتي ولا اعمل ايه؟ انا اوديكم دلوقتي، تعالوا ورايا بسرعه. حاضر حاضر، يلا حركات فرخه، ندخل العالم بتاع الكنز ونشوف بنفسنا مين اللي هيخلص التحديات. يلا انا حبيبي اللي خلاشة واشرب بوش بيبسي ببلاش. يلا بينا. بيبسي ببلاش؟ انا حركات الدنيا شويه بيبسي. ايه اللي على الشحاته دي؟ او ماي جاد، ايه ده؟ هو انا ده ولا ايه؟ مش عارف. او ماي جاد، خبط. الو، انا مش عارف انا ده ولا لا. ليتس جو. ايه ده؟ يا نهار زباد، انا دخلت. ثانيه ثانيه، عربيه عربيه خبطتني. الو، اتحكم ازاي؟ والله ما عارف. اوكي كده اقدر اجي على اليوم. حسب حسب، عربيه. يا نهار زباد، عربيه ثانيه. خد البيبسي ابو علي، انا مجمع كام؟ مجمع سته بيبسي، سته بيبسي فوق. ليتس جو بسرعه بسرعه، الحقوا. ثانيه ثانيه ثانيه، عربيه زباله، دي بتحدف زباله. يا نهار زباد، حسب ايش البوزه. قولي قولي ابو علي، الو، بينط منين؟ انا عمال ادوس مسطره، مش بينط بالمسطره. الحقوه، بص في ست بتنشر غسيل. ايه ده؟ انا خبطتها. يا نهار زبادي، والله ما عارف. ايه ده؟ انا احبالي كمان داون بين الراجل ده وبعدين اللعبه. ايه ده عبايه؟ يا لهوي، خبطتني عبايه، خبطتني. ثواني بعد بعدين انا بتحكم، انا بتحكم بالشاب. عبايه تانيه، ايه ده بقى؟ عبايه كل شيء تخبطني ولا ايه؟ فعبايه برضه تاني. امسك يا حكار، انا باخد الكنزايه. جمعت كام؟ جمعت تسعه، تسعه فوق اهو. يلا مش ايه ده؟ يلا وخبطت في التاكسي ده، تاكسي ده وعبايه ولا ما عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا اللي بتحرك ده ولا ايه؟ ايوه انا، انا اللي بتحرك. بالاسم بالاسم، يلا. ايه ده؟ خبطت في الست يا لهوي، خبطت في الست الزعبوله. يلا انا مجمع كام كنزايه؟ انا مجمع سبعه كنزايه. انا كده يا لهوي، ما خدتش كده. لا 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 لا، انا بس يعني فيها حاجات. يا لهوي، ايش ايش واحد بيصلح بلاعه كمان. حاسب يا كابتن، ما كنتوا قاعده. عربيه بيبسي، عربيه بيبسي، بينط منين؟ بينط من ايه ده؟ انا الو، ثانيه، ما بيوطي، بينط بالاكس. ليتس جو، وبيوطي من هنا. واو، اوكي انا جمعت 33 علبه كنز. الحقيقه انا بمشي عكس، لو مشيت شمال بيمشي يمين، لو مشيت يمين بيمشي شمال. ثانيه 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 ثانيه، انا مش عايز اموت، مش عايز اموت بليز. صعبه صعبه جدا يا علوي التحديات دي. بس يا جدو الشلبي، احنا دخلنا في الكنزاية بتاعة برو كيفن، جابتنا هنا. اوكي اعمل كده ابو علي، نط. الو، بينط من هنا. افتكر ابو علي ان انا بنط من هنا. التشيك بوينت دي تقريبا، تقريبا التشيك بوينت. اوكي، علبة الزبالة تاني. لا دي مش العلبة ابو علي، دي عربية الزبالة ذات نفسها. خد الكنز، اهم حاجة الكنز طبعا. اوكي الحقوا. الو، الكرسي بتاعك والترابيزة.
علبة كراسي دلوقتي خبطت في العربية، بس انا مقرب اخلص. شايفين فوق؟ انا مقرب اخلص. اوكي نط كده ابو علي، حاسب عربية عربية. او ماي جاد، يلا مش هحكر بينط منين بقى، نط بمشتاق. ايه ده ما بينطش ولا ما بينطش؟ خبطت في عربية يا ده حمريكا، مش عاوز ينط. كسرت المشتاق ولا كسرتها؟ عمال انط عليها بالكبود، ما فيش حاجة بتنط. بليز ابو علي، تركيز تركيز. خلاص المرمى 10 ثواني، 10 ثواني. لا 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 لا، 9 ثواني. بسرعه بسرعه ابو علي، الحق علي. مت مت، ما بقاش معايا غير متين متين بس اللي موجودين معايا. لا لا لا، ثانيه ثانيه ثانيه، عربيه الزباله بتطلع حاجات كتير. اوكي اوكي، خد الكنز. يا نهار زبادي، الكبودي بتاعي بايظ، عمال ادوس عليه مش بينوت. اللعبه دي بايظه، شلبوكه التحدي ده بايظ ولا ما بينوتش؟ يلا ولا وي. رجلي رجلي رجلي، يلا وانا موت. خبطت في ازازه. ايه ده؟ ايه الخبط السوداني؟ يلا ويلا وي. ايه بتاع ده؟ الو، انت ما عايز ازاز؟ بيمشي عكس والله، بيمشي عكس. لا بيمشي عكس. يلا وي. انا وقعت فين؟ الحفره الطويله دي، انا بعيد من الاول. ركز الزعبول عشان اكسب، ما تحاول البيبسي باد ده اللي هو بيجري ده. يلا بسرعة برضو، البرميل ده اللي بيمشي عكس ما بحبوش ما بحبوش. ركز يا عبالة، خليني ماشي كده ومركز. ايوه ايوه كده، انا ماشي صح، اقدر اكسب دلوقتي. بسرعة 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 يا عبالة، يلا حاول تمشي. وسع من قدامي، وسع من قدام الدم، وموتوسيكل بيتنطط زي الفرقعلوس. ايوه كده، يلا بسرعة يا عبالة. وصلت من البيت الحمد لله، البرميل خلص. بسرعة بسرعة، والله كسرك. ايوه كده كسر، ليتس جو. دلوقتي علويها، لازم اكسر كده عشان اقدر نط بسرعة. ايوه نطيت من فوق العربية. اوكي نط من وطي من تحتها، ليتس جو. وصلت وصلت، هولي مولي فنشت. اوكي انا وصلت دلوقتي لتلاجة البيبسي. اوكي واو، بيطلب كان زي اشرب بسرعة بيبسي مان. انا هتحول بيبسي مان في بروك هيفن لو قدرت اخلص التحدي واكسب حركاته زعبولة النبات. اوكي انا جمعت كام علبة بيبسي؟ جمعت 87 علبة من 100. واو 87 علبة، حلوين حلوين. يا ترى حركاته زعبولة جمعوا كام دلوقتي؟ شلبوكة بس جايب لي فين ولا ما انا فاهم؟ نوت مش عارف، نوت نوت مش عاوز ينوت. دلوقتي بقى اللي وين لازم ادوس على كل الجرايد، مش عارف مش عارف ادوس على الجرايد كلها لحد ما بينوت منين. مش عارف بقى، يلا حكام مش عارف. يلا كده بقى، ايوه يلا وين نطيت؟ نطيت من اي جرايد؟ ايوه الجرايد ده، هو هو الجرايد ده اللي بينوت. يلا وين بوجه بقى وقعتني بسرعه بقى. ايه ده؟ ده بيتزحلق والله، بيتزحلق. كسرت البتاع. حلو حلو حلو، عرفت دلوقتي الجرايد بيتزحلق كده. وسعوا لي يا انت، بسرعه بسرعه. حاسب الزباله الزباله الزعبول. يلا مش هحكم بقى، انا لازم دلوقتي خلاص عادي. انا عرفت بينط منين. يلا وي عباي، بعد ما حدش ينط بقى بينط من الجيران ده. يلا مش نط حكم. ايوه كده ماشي كده بقى، انا ممكن اكسب. يلا كده معاك كام كنزايه؟ بقى 12، بقى 12 كنزايه. مش عبيت الزباله، لا لا ما توقعش حاجات في وشي. يلا ولاوي، مش عاوز الحاجات دي كلها. نط حكم بقى عشان ما تموتش. نط كده، ازيك يا حاجه؟ ايه ده؟ لو خبطتها. يا بشاحة كان ايه ده؟ مين الخنافس دي اللي بتطلع من البلاع؟ ايه ده عمتي بيمشي كبير؟ الجيم داور اللي بس واقفت في وشي كده ولا ما عم بشاحة؟ يلا تخبي ولا انا خدت من بشاحة؟ يلا بشاحة انت حكان. ايه ده اتقلبت على وشي ولا وقت عم خنيري؟
لا ما يتكلم جاوة ما تفنش على كنش البوك اللاوي بيمشي غلق انكب جوانش البوك ازيك اللاوي وقت في حوفة ايدا جبر ايبا كبدي اللوية كبدي انت حد بايز ده ولا لازم اروح اقول لشربوكه تبدلي تحدي بايز شربوكه ايه كده ايه ابا عايز بصراحه التحدي واقف هو انا بقوله محترف خلصت التحدي كله اللي عارف كبدي يجي يقول لي بشاي يلا عشان اعرفها بقى.